السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مشاهدينا الأكارم. يتجدد اللقاء بكم مرة أخرى في الحلقة الثانية من برنامجكم اليومي فقه الصيام مع فضيلة الشيخ الدكتور حسين غازي السمرائي، عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي. أهلا بكم سماحتكم معنا في هذه الحلقة. مرحبا، تشرفنا بكم. أهلا بكم. سماحة الشيخ دكتور، اليوم عنوان حلقتنا سيكون حول فضائل الصيام. حدثني عن فضائل الصوم وهذه العبادة المهمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام، والصلاة والسلام على نبي الإسلام وعلى آله وأصحابه والسائرين على نهجه إلى يوم السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يحقق لبلدنا الأمن والأمان إن شاء الله تعالى، ولجميع بلاد الإسلام والمسلمين. فضائل الصيام كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن من فضائل الصيام تحقيق التقوى وتحقيق الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأي منزلة أعظم وأي فضيلة أجل من أن يغفر الله سبحانه وتعالى تقصيرنا وذنوبنا وإسرافنا على أنفسنا. إنه رمضان، رمضان الرحمة والمغفرة، فلنسارع إلى تحقيق هذا الإيمان. ولكن هذا شرط، أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا لا يصومه عادة أو يصومه لأجل شيء آخر، إنما يصومه لأجل تحقيق الإيمان واحتسابا لله سبحانه وتعالى. لا يبغي بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ويلتزم بآداب الصيام وبتعاليم الله سبحانه وتعالى، يلتزم بالفرائض، يكون حريصا على أداء النوافل، قراءة القرآن، الذكر، الابتعاد عن اللغو والابتعاد عن فضول الكلام. هذا الإيمان، هذا الصوم الحقيقي الذي به تغفر الذنوب ما تأخر منها. لذلك فضائل الصيام أخي الفاضل، أيضا الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوات فشفعني فيه، فيشفع. يعني يوم القيامة الصيام يتجلى يوم القيامة فيشفع لصاحبه الصائم المتقي، الصائم الذي أراد بصومه المعاني التي ذكرناها، يشفع يوم القيامة إن شاء الله. فضائل الصيام حقيقة كثيرة، منها أيضا أنه الصائم حاله في رمضان غير حاله في غير رمضان، تراه مهذبا، تراه مستكينا، تراه يطلب رضا الله سبحانه وتعالى، كلامه الغير نافع يقل، كلام تراه يكثر من الأخلاق الفاضلة، يكثر من الصدقات، يكثر من ارتياد المساجد، يحافظ على صلاة الفجر. هذه من فضائل الصيام حقيقة، لأنه سيعود به إنسانا مهذبا. هناك يعني شعور روحاني ربما نستطيع أن نسميه بين العبد وربه في أيام رمضان. هذا أيضا يدخل في من ضمن فضائل شهر رمضان المبارك. لا شك أخي الفاضل أستاذنا العزيز، رمضان تهذيب للنفس، يعني ترقي، يجدد الإنسان فيه حياته، يغير نفسه، يجد طعما في حياته، يجد فارقا عن تلك الأيام، حتى لأن الشياطين فيه تصفد. يعني الشياطين في هذا الشهر يضعف نشاطها، تكبل. عن من رحمة الله سبحانه وتعالى،
يفتح الله سبحانه وتعالى أبواب رحمته، أبواب مغفرته. لذلك يجد الإنسان طعما في هذه الحياة التي يقضيها في هذا الشهر المبارك. طبعا سماحة الشيخ، أيضا مشاهدينا يمكنكم الاتصال عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمام أسفل الشاشة الآن، ومن خلالها يمكن طرح أسئلتكم واستفساراتكم أيضا، وما يدور في خاطركم حول هذا اليوم المبارك، حول أيام شهر رمضان المبارك، ولسماحة الشيخ أيضا يجيب عليها بإذن الله تعالى مباشرة. فلذلك نرجو مشاركاتكم أيضا. فضيلة الشيخ، يعني هناك وردت الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة في فضل الصيام، مثلا الصوم سبيلا من سبل الجنة، هناك الصوم جنة يستجن بها العبد من النار. هل أصبحنا يعني الصوم هو الدرع الحصين اليوم للإنسان المؤمن من النار، وفي صوب يعني يتجه إلى الجنة؟ جيد، أحسن. الحقيقة نعم، الصوم جنة، جنة يعني وقاية، يعني يقي نفسه من المعاصي، يقي نفسه من المفاسد، يقي نفسه من المفطرات التي هناك مفطرات معنوية مفطرات حسية. المفطرات الحسية الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان خاصة، أما في الليل فله حق ذلك، والأكل والشرب. والمفطرات المعنوية التي تضعف من أجر الصائم هي الأخلاق السيئة حقيقة، الكذب، الغيبة، النميمة، السباب، الشتم. لذلك ينبغي على المسلم حتى في طريقه إذا صادفه شيء يزعجه فليمسك أعصابه وليمسك نفسه، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. هنا وقفة، فليقل إني صائم، تسليم الأمر لله تعالى. نعم، هاي واحدة. الأمر الآخر، الآخر لا يقل للمقابل الذي أغضبه أنا تركتك فإني صائم، لا، حتى لا يدخل الرياء في هذه المسألة، فليقلها في نفسه يعني، ولا يجابه بها المقابل خصمه ويشعره بأنه أنه صائم، لا، يجعل ذلك بينه وبين الله، فإن هذا أعظم للأجر وأعظم وأبرك. لذلك يعني اختص الله سبحانه وتعالى بثواب لأصام اللي راح نتحدث عنه بعد قليل. معنا سعد من ديالة. السلام عليكم سعد، رمضان كريم. السلام عليكم. حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان عليكم عليكم. حياكم الله، يا هلا وسهلا بك. عندك السؤال للشيخ. نعم، سماحة الشيخ يسمعك الآن. نعم، تفضل يا أخ سعد، تفضل. عندي أبويا ميت متوفي، فشنو الصدقات التي أفضل؟ نعم، صدقات اللي يزيد على ذبيحة أو فلوس أصدق له شنو يعني؟ نعم 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 نعم. شنو أسوي لأبويا صدقات لأبويا هي متوفي؟ شنو الصدقات اللي أسوي لها رمضان؟ طيب، أو بعد رمضان صدقة جارية شنو؟ طيب، بارك الله فيك، بارك الله فيك. عندك سؤال آخر سعد؟ لا، حياك الله، تسمعنا بعد قليل من الشيخ. شكرا لك، شكرا. عبد العزيز من السليمانية، السلام عليكم يا عبد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم. الله يحفظك، رمضان كريم عليك، يا هلا بك، تفضل. تحياتي للشيخ، ما شاء الله شيخنا. حياكم الله ومرحبا، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شيخنا اليوم صام رمضان، أنا أطلع شهور صائم، نوبات حيل حيل أتوازي على العطش وعلى التعب. نعم. وما عندي واحد يشتغل لذلك 16 نفر براسي. الله يعينك. الله يعينك. طيب. وقاعدين بإيجار، وتعرف حال النازحين يعني. الله يعينك. طيب. عندك سؤال آخر أخ عبد العزيز؟ عندي بس هذا السؤال، أتمنى الشيخ إن شاء الله تعالى يتمنى. إن شاء الله تعالى، إن شاء الله. شكرا لك عبد العزيز. سماحة الشيخ، يعني الأخ سعد أيضا هذا سؤال ربما يحتاج، إحنا يمكن نوعا ما تنوهنا عن الحلقة الماضية. إذا كان عنده شخص متوفي، كيف يعني يحاول أنه يدفع عنه صدقات؟ أخي الفاضل، أخواننا المشاهدين الكرام،
مسألة الصدقات والطاعات والأعمال جمهور الفقهاء أنها تصل إلى الميت إن شاء الله. إن شاء الله. قياسا على الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قد مات، سألته ابنته وابنة الميت في رواية الابن على أبي حج؟ قال إن كان على أبيك دين كنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فحج عن أبيك. فالحج يصح، وقاسوا عليها بعض الأعمال بأنها تصل، كأن يتصدق على روح من يحب من أبيه أمه أو أي إنسان شخص عزيز عليه يريد أن يتصدق على روحه فتصل إن شاء الله ثواب الصدقة. الحديث الكريم الشريف إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال إذن الدعاء يصل، قراءة القرآن تصل، ثواب الأعمال يصل، الذكر يصل، جميع أعمال الطاعات تصل، يصل ثوابها إلى الميت. كذلك قاسوا عليها الطعام، الشراب، الصدقات، الإنفاق يصل إلى الميت إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. طيب ياس من سامراء، السلام عليكم ياس. عليكم السلام. حياك الله، رمضان كريم. حياك الله على حضرة الشيخ. حياك الله يا هلا بك، تفضل أخي تفضل. عندي سؤال. نعم. أزحني يا شيخ. نعم. حياك الله تفضل. شيخ السلام عليكم. هلا غاتي، الله يحفظك، سلام ورحمة الله. استاذ ياسر كان مرات استاذ الشعراني هي. ايه نعم واكرم، حياك الله. شلون شيخنا؟ شلون تحت؟ الحمد لله، الله يحفظك. يا مقبول. اجمعين. شيخنا عندي مبلغ من المال حال عليه الحول، واريد ازكيه النصاب الشيخ اللي يزكى. ثانيا هل يجوز ان اعطيه الى ابني وهي يتيمه؟ ماشي ان شاء الله خير. شكرا لك. شكرا شكرا اخي ياس. نشوف ام محمد ويانا يمكن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، مساك الله بالخير يا ام محمد، رمضان كريم. حياك الله. السلام عليكم ان شاء الله. حياك الله، تفضلي يا اختي. انا حامل، انا حامل الشيخ يمك. نعم الشيخ سمعت. نعم نعم. نعم معك الشيخ، تفضلي. هل يجوز لي أن أصوم؟ نعم. أم محمد سمعيني. مفهوم السؤال. طيب. نعم سمعت يعني، تفضلي تفضلي يا أم محمد. أقولك أنا حامل، هل يجوز لي أصوم يعني ما أطعم عليه؟ مفهوم. يتدخل هذا بالشهر ولا ما له علاقة شيء؟ نعم. بالأشهر، أشهر الحمل. لا لا عادي. طيب شكرا لك، شكرا لك. ماشي مفهوم. شكرا لك. طيب سماحة الشيخ، الأخ عبد العزيز أيضا يسأل، وهو هذا السؤال تكرر دائما خاصة الإخوة النازحين، يعني بخصوص العمل. الحقيقة أجبنا عن هذا الموضوع في الحلقة القادمة، ولكن يكثر السؤال عنه. نعم. ونجيب إن شاء الله. حالته هذا الرجل نازح وفي رقبته 16 يقول من العائلة حفظهم الله وأرجعهم إلى ديارهم سالمين إن شاء الله، ويقول لا قدرة لي على ترك العمل لأنه ولا أحد يستطيع أن يعمل مكانه. كما قلنا، ما دام هذه الحالة لا يستطيع أن يترك العمل وليس له مال مخزون بحيث يصرف منه خلال هذا الشهر المبارك، فيضطر إلى جلب المعيشة إلى أهله، نقول له اخرج إلى العمل، صم واخرج وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وشوف لوين تطول. قد مثلا تطول للعصر، قبل العصر، حينما تجد نفسك وصلت إلى مرحلة بأنه من الإرهاق ومن التعب، وبحيث لا تستطيع أن تقاوم حتى المشي ولا تستطيع أن تقاوم حتى طبيعة حركاتك، إذا وصلت أنت إلى مرحلة لا تطيقها، فلك أن تفطر وتقضي يوما مكانه
في أيام أخر إن شاء الله تعالى. ولكن كما قلت أنت صم، ابدأ بالصيام وتوكل على الله وانوي لعل الله سبحانه وتعالى أن يطيق أن يبعث فيك الهمة وتستطيع الصيام. وقد يكون العمل اليوم عمل عندك شاق وجزء غدا عمل غير شاق. على سبيل المثال يخرج اليوم للعمل ولكن في الشمس، هذا مثلا يصير فيه مشقة. أحيانا الله يسر له عمل، لا عمل تحت ظل وتحت تبريد مثلا، فقط حركات بسيطة ويستطيع أن يقاوم. فإذا ليس هو الغاية، هو العمل. الغاية المشقة، حصول المشقة في العمل. فإذا حصلت المشقة الكبيرة في العمل هذا يكون معذورا إن شاء الله. وأيضا هل تجزي عليه يعني كفارة أو لا؟ فقط القضاء، ما دام يستطيع القضاء فعليه القضاء فقط. فقط نعم. طيب سمحت الشيخ، الأخ ياس أيضا من سمراء يتحدث حول زكاة الحول، يعني لدي الأموال وزكاة. أي مقدار نصاب الزكاة؟ مقدار نصاب الزكاة هو إما على الفضة وعلى الذهب. إذا على الذهب 20 مثقال، وإذا على الفضة تقريبا 650 غرام من الفضة. ولمصلحة الفقير حقيقة علماؤنا حفظهم الله ورحم الله من مات منهم قال لمصلحة الفقير نقيسه على الفضة، لأنه إذا حسبناه على الفضة 650 غرام، سعر الغرام كم في هذا اليوم؟ يضاف في 650 يطلع تقريبا 500,000 دينار، 450,000، 500,000 فما فوق. فمن ملك قيمة 500,000 دينار فما فوق وحال عليها الحول يجب فيها الزكاة. نعم. طيب الأخت أم محمد تتحدث حول الحمل والصيام، أيضا ربما وردت بعض الأسئلة في حلقة يوم أمس. بالنسبة للأخت الحامل، أختي نختصر في الجواب، الحامل لها حق الإفطار إذا كانت بنيتها ضعيفة والطبيبة النسائية أوصتها بأن الصيام يضرك ويضعف من حملك ويضعف جسدك، لها الحق أن تفطر وتقضي يوما مكانه. وإذا كان جسمها قوي ويتحمل ونشطة ومع الحمل تعمل وتتحرك وعندها القدرة على الصيام فعليها الصيام. نعم. سمحت الشيخ، ويانا اتصال يمكن؟ نعم. من وياي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وياي؟ السلام. وياك محمد. حياك الله أخي محمد، رمضان كريم عليك، تفضل أخي محمد. نعم الشيخ يسمعك الآن. نعم تفضل. عندي أنا شوية واحد جار مريض وعندي صار الباحة ضيط واليوم. نعم محمد. محمد وعندي راح ضربت الدكتور فقال هاي ما يعني قلت له أنا صايم، قال هاي ما تصير يعني كما يعني الفرق والبنى. فهمت السؤال محمد؟ بس خلي أفهم، يعني أنت رحت للدكتور؟ الصوت ببراحة رحت للدكتور، شنو قال لك الدكتور؟ طبيب شنو قال لك؟ شنو كان رده؟ نعم بس ما الإبرة ما تفطر. قال لك الإبرة ما تفطر. طيب راح تسمع الجواب إن شاء الله من فضيلة الشيخ دكتور. شكرا لك. شكرا. نعم الأخ محمود أيضا ويانا. السلام عليكم أخ محمود. عليكم السلام. حياك الله، رمضان كريم عليك حبيب الغالي. يا هلا بك، حياك الله، تفضل. شنو سؤالك محمود؟ سؤالي شباب عندي بس من العام ظليت مطلوب ما طيب. 8 ايام. طيب اي وانت انا ما صمت وشلون يصير تسدي رجالهن؟ شو يسوي؟ يعني بهالحاله شنو؟ انا ظليت مطلوب من الشهر من شهر رمضان المال العام. اي نعم اي طيب. والحمد لله ما لا صمت ولا صدق انا انتقلت ولا زين محمود انت يعني ما صمت يعني كان عذر شرعي مثلا موجود وما اعتقد يعني راح يجزي اي شيء سمح الله. طيب اي ما صمت انا سمعت. شكرا لك اخ محمود. شكرا عزيزي. الاخ محمد يعني هو رجل مريض ومثل ما سمعت فضيلة الشيخ الدكتور
استخدم الإبرة أو كذا سأل بعض جوابا على الآخر طبيب قال إلا الإبرة ما تفطر. نعم الإبرة في العضلة في الوريد غير المغذية لا تفطر، فإذا كان مريضا ومحتاج إلى أن يضرب إبرة فلا بأس بذلك، فقط مسألة الإبرة المغذية التي تغذي الجسم حقيقة العلماء المحدثين أفتوا بأنها تفطر الصائم. طيب مسألة أنه فات عليك الصيام، نعم ويا اتصال خلينا ناخذ بعدين نشوف رأي سؤال الأخ محمود. الأخ كاظم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله كاظم، رمضان كريم عليك، تفضل عزيز. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. انا معوق وما اقدر اصلي بالصلاه، يعني اقوم انا وقاعد. نعم عندك العافيه. نعم اي والله الله يعافيك، معوق وما اقدر اقوم يعني صلاتي انا وقاعد. الله يعافيك ماشي. عندك العافيه، عندك العافيه كاظم، شكرا. الله يعافيك ويستر عليكم ان شاء الله ورمضان كريم عليكم. جزاكم الله خير اجمعين. اي سمحت الشيخ، يعني الاخ محمود تحدث عن مساله عليه يعني دين للصيام ما قضاهن هذه الحالة، يعني هالحالة شو راح يتعاملوا ياها المسلمين؟ الحقيقة يجب على الصائم الذي أفطر بعذر أن يقضي يومه يوما آخر مكانه بعد رمضان. نعم. وأن يعجل بالقضاء. فإذا فاته عليه أنه بعد رمضان يعجل في القضاء. نعم هو الأولى أن يعجل في القضاء. ليش؟ لأن الإنسان أعمار بيد الله عز وجل، قد يفارق الحياة الإنسان وعليه دين وقصر في أدائه يحاسب. فإذا هسه مثلا تذكر أو يريد أن إن شاء الله بعد رمضان تقضي الأيام التي فاتتك من رمضان الماضي، لا شيء عليه، لا شيء عليه. نعم طيب ما قاله أيضا الأخ كاظم معاق وصلاته وجالس اليوم احنا هاي مهمة حقيقة، اسمح لي افصل بها مسألة الصلاة أو جلوس او جلوسا. القيام مع القدرة ركن من اركان الصلاة، يعني من استطاع ان يصلي قائما راكعا ساجدا فعليه ان يفعل في الفرائض. لماذا؟ لانه ركن من اركان الصلاة، فليس له الحق ان يصلي إيماء أو جالسا وهو قادر على القيام. لا. تبقى مسألة أخرى، لو كان عاجزا عن الركوع فقط وجب عليه القيام وأومأ بالركوع، ولو كان عاجزا عن الركوع والسجود وجب عليه القيام وأومأ بالركوع والسجود إيماء، ولو كان عاجزا عن القيام وقادرا على الركوع والسجود جلس وركع أو جلس على كرسي مثلا، مثلا لا يستطيع أن يجلس على الأرض، الخلل فقط في رجليه أو في ركبتيه فلا يستطيع أن يقف فيجلس على الكرسي، وإن استطاع أن يركع فيقف ويركع إذا استطاع القيام. نعم فيقف ويركع ويسجد سجودا من غير إيماء. أنا أرى بعض الأخوة بمجرد أنه لا يستطيع أن يقف يستمر بالصلاة وهو جالس على الكرسي وهو يستطيع الركوع والسجود، وهذا لا يصح حقيقة، فعليه أن يركع ركوعا حقيقيا وسجودا حقيقيا. إذن يجب عليه أن يؤدي أركان الصلاة بما يستطيعه، وما لا يستطيعه حقيقة يومئ به إيماء. طيب ومن لا يستطيع لا وقوفا ولا ركوعا ولا سجودا فله أن يصلي إيماء برأسه. نعم وتصح صلاته إن شاء الله تعالى. طيب إن شاء الله. ويانا اتصال هاتفي آخر نقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، رمضان كريم، من وياي؟ الله كريم عليكم وعين ان شاء الله. امين اجمعين ان شاء الله. من وياي؟ علي ليث من ناحيه تبرز من محافظه. حياك الله يا ليث، حياك الله عزيزي. تفضل يا عزيز. انا بالنسبه لنادي حضرين كنت تام. نعم. وجاني هذا الشهر رمضان واني عندي ثمن نفرات بركبتي وفلوس ما عندي اعيش وبجيب لهم فطور وسعاني ما صايم. لا حول ولا قوة الله يعينكم.
طيب شكرا شكرا لك يا اخي، شكرا لك قلبي، شكرا. عندنا اتصال اخر ولا ماكو؟ ابو محمد. نعم. حياك الله يا ابو محمد. حياك الله ابو محمد. أنا من محافظة بغداد، اليوم كفر وصارت حالة عصبية بالبيت وصارت شنحك الله هذا الشيء يوم كفرت بيها. طيب سوات كفرتي يعني نعم طيب حالة عصبية صارت حالة. نعم طيب عندك سؤال آخر أبو محمد؟ عندك استفسار آخر؟ لا لا ما عندي طيب. سؤال شكرا شكرا جزيلا شكرا. طيب احنا كنا نتحدث عن الاخ كاظم، انا بقى سؤال يعني اريد يعني يمكن هسه هو ايضا يفكر به. طيب اذا صلى هو جالس فتره من الزمن كان كسلا، عليه ان يقضي صلاة اللي طبعا عليه قضاء لانه صلاة. طبعا لانه صلاها بخلل بعدم اداء الاركان كما هي. طيب واذا مثلا نسى ما يعرف العدد الفرائض اللي صلى هو يقدرها تقديرا هو حسب قناعته ويعيد الصلاة ويعيدها دكتور يعيدها مع كل وقت يصلي وقتا واحدا مع الترتيب. نعم نعم طيب نعم. جزاكم الله خير. الأخ ليث يعني ما أعرف أنا شنو بدي أقول، يعني ما أعرف يعني هو رجل صاحب عائلة ونازح وما عنده نفس الحالة أخي. الله يعينكم إن شاء الله، إنوي الصيام وتوكل على الله سبحانه وتعالى وأجلب معيشة لعيالك المعوزين، وإن استطعت أن تستمر بالصيام فنسأل الله تعالى أن يعينك، وإن وصلت إلى مرحلة من الإرهاق ومن التعب فأنت معذور وتقضي يوما مكانه. نعم جزاكم الله خير يا سماحة الشيخ. أم محمد هذه يعني لسب الله سبحانه وتعالى يعني يقشعر لها البدن، هذه المسألة كثيرا ما ترد، كيف يتعامل معها الإنسان اليوم؟ هذه خطيئة كبيرة من الكبائر. لا إله إلا الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يغفر لها. آمين. هذه اعتبر خرجت عن الإسلام. لا إله إلا الله. فيجب عليها أن تتوب وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى وأن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تندم على هذا الفعل، وأن تعقد النية والعزم أمام الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا الشهر الفضيل أن لا تعود إلى الكفر، لأن الكفر حقيقة مظنة الخروج من الإسلام وهذا لا يجوز حقيقة، وفيه ذنب كبير، ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دامت هي تريد أن تستغفر وأن تتوب فنسأل الله تعالى أن يغفر لها إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى غفار وكتب ربكم على نفسه الرحمة. ولكن أنا أقول حقيقة لو لم يكن في نفسها هذا الموضوع لما تلفظت به. لا يعني لا الإنسان لا حينما يغضب كثير منا يغضب، ولكن لأن هذه المسألة لا تأتي ببالنا ولا نفكر بها خلاص إطلاقا فلذلك لا تأتي على ألسنتنا. مثل الإنسان لما يكون بنفسه أن يطلق لما يكون عصبي راح يطلق لأنه مهيئ لهذا الأمر. أما الإنسان الذي لا يفكر في هذا الموضوع خلاص لا يفكر به، فحين ذلك حينما يغضب يفعل أعمال غير هذا الموضوع فلا يطلق. كذلك الذي إنسان لما في نفسه هذا الموضوع مهيئ له يتلفظ به، أما إذا غير مهيئ يبعيد عنه. نسأل الله أن يغفر لها ولا نعيش. نعم امين ان شاء الله. طيب ويانا علاء الصميدعي. سيد علاء السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، رمضان كريم عليكم علاء. وبركاتكم عليكم جميعا. حياكم الله، تفضل يا اخي العزيز تفضل. السؤال ممكن اسال الشيخ؟ نعم وياك الشيخ الان يسمعك. نعم تفضل. شيخنا الجاهز وضوء الرغبه. نعم وضوء الرغبه هل جاهز؟ ايش؟ ما بس مو واضح السؤال شلون؟ شو الرقبة مسح الرقبة قطع الرقبة ماذا نفتهم؟ الوضوء مسح الرقبة الوضوء. نعم نعم. نعم طيب إن شاء الله. طيب شكرا. عندك سؤال آخر أخ علاء ولا ما عندك؟ اي عندي سؤال عندي. طيب تفضل. سؤال زين على السحور. السحور نعم. السحور يعني حد ما يعني قبل لهم مفهوم. طيب طيب طيب
وضحت الصورة. أوكي شكرا لك، شكرا جزيلا. شكرا مرة الجميلة. شكرا شكرا جزيلا لك، شكرا لمتابعتك. أم هيمن السلام عليكم يا أم هيمن، رمضان كريم عليك. السلام عليكم. السلام والرحمة. حياكم الله أختي العزيزة، يا أهلا وسهلا. الله يخليك. أريد أسأل حضرة الدكتور قبل دقائق تفضلتوا وتكلمتوا عن السجود والركوع. طيب أنا عندي سلفان برجلي مثلا، فصعب علي يعني مثلا أركع وأسجد. يعني هل يعني يجوز لي أن أصلي وأنا جاهزة؟ لا مو جاهز. هذا بس أكثر تفاصيل أم ما حاولت. اسمحي تستطيعين أن تقفين في الصلاة؟ أستطيع الوقوف. جيد، تستطيعين الركوع؟ الركوع والسجود يأذيني يعني، وأنا يعني أستطيع الركوع والسجود لكن يعني أتأذى من أثر السوافان اللي بكرسي. ماشي ماشي. طيب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. الله يجزيك خير. شكرا لك. الله يخليك. في مسألة الأخ علاء الصميدعي، مسح الرقبة في الوضوء هل له أصل في؟ لا حقيقة الوضوء له سنن وله شرائط. الشرائط معروفة وهو غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والنية، طبعا يشترط النية عندما اشترطها. بالنسبة لسنن الوضوء، سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا وكذلك غسل الوجه ثلاثا، يعني التكرار ثلاث مرات هاي سنة، كذلك اليدين ثلاثا الرجلين ثلاثا، مسح الأذنين أيضا جمهور الفقهاء على أن مسح الأذنين سنة، مسح الرأس ثلاثا أيضا من السنة، يعني ثلاث مرات سنة. أما مرة واحدة يكفي. بالنسبة لمسح الرقبة ما ورد بها دليل صحيح ثابت بمسح الرقبة، ولو مسحها لا يضر ولكن ليست من السنة. طيب أيضا عند سؤال آخر الأخ علاء بمسألة تأخير السحور إلى قرب الأذان أو أثناء الأذان. طبعا قلنا أنه يجب على الإنسان أن يحتاط في، نعم من السنة تأخير السحور إلى قبيل الأذان، يعني يجب أن لا يستمر بالأكل إلى الأذان، يجب أن يجعل فاصل بين الأكل والأذان، والفاصل موجود حتى في التقويمات والإمساكيات يجعلون 10 دقائق تقريبا، فليس بالتحديد إلا 10 دقائق. لو أراد أن يأكل يعني وراء دقيقتين ثلاثة بس لابد أن يجعل فاصل لا يقل عن 4 دقائق. في حال أنه يعني يمكن يتأخر بالنوم هو يجب أن يعني لا يقل الفاصل عن 4-5 دقائق. وفي حال مثلا أذن المؤذن هو يعني لقمته إذا شرب متعمدا، لا لم يكن متعمد، يعني مثلا شرب الماء وأذن المؤذن يعني أثناء هاي الفترة عادي إذا لا يعلم بالتوقيت شيء. إذا يعلم أن المؤذن سيؤذن وقال يلا أشرب وشرب وأذن مؤذن عليه القضاء. أما إذا لا يعلم مع أنه متحري ولا يعلم يعني عليه أولا أن يتحرى الوقت. فإذا تحرى وظن أنه الوقت بعد مو داخل وشرب الماء وأذن المؤذن هذا بعضهم يعذره وبعضهم حتى بعض الفقهاء قال عليه القضاء أيضا. فإذا يجب عليه أن يتحرى وأن لا يدخل في هذه المسألة وفي حرج. ضياء السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، رمضان كريم أخ ضياء. الله يسلمك ويحفظكم إن شاء الله. أبو ضياء من ديالة. حياكم الله يا مرحبا. يا هلا بك، تفضل سماحة الشيخ. الله يسلمك عيوني ويحفظك. عندنا الحج عمره 80 سنة. وما بي شوية يعني نوبات، نص صلاة يقعد ونص يقوم تعبان فرد نوم. اي والله. طيب عندك سؤال اخر اخ ضياء؟ تسلم على الراس. الله يحفظك، حياك الله. شكرا لك، شكرا لك. سمعت الشيخ يعني دكتور الاخت ام هيمن تعرف هاي مساله السوافان والركبتين والصلاه. اخي الفاضل اختي، بالنسبه لجميع من فيه هذه الحاله سوافان بالركبه، اذا يستطيع القيام وجب عليه القيام، اذا يؤذيه الركوع والسجود فيجعل كرسي
أول ما يريد يركع يجلس على الكرسي ويركع، أو له الحق وهو قائم أن يومئ بالركوع إيماء، وبالسجود أيضا وهو قائم يومئ أكثر شوية من الركوع يومئ بالسجود، وإذا صعب عليه هذه الحالة يجلس على الكرسي ويومئ بالركوع والسجود، ولكن عليها ما دام تستطيع القيام تقف وهي واقفة تقرأ القرآن وتومئ بالركوع والسجود. الركن الأساسي هو اليوم عندنا القيام الأول طبعا، وبعدين نجي نجرب أنه ركوع والسجود وكذا، هذه تفاصيل. أي والركعة الثانية أيضا يقف نفس نفس الحالة. طيب. والأغذية أيضا ربما نفس الجواب راح يكون. أي بالنسبة للرجل الكبير أخواني، مسألة الصلاة لا تسقط على إنسان مسلم بالغ عاقل قادر، فما دام هو يقدر وواعي يعني مو يعني ما عنده خلل في عقله، ما دام واعي ويعرف أوقات الصلاة فيجب على أن يصلي بالحالة التي يستطيعها. إذا استطاع أن يصلي واقفا واقفا، يستطاع أن يصلي جالسا على الكرسي يستطاع أن يصلي على سريره يصلي على سريره، استطاع يصلي وهو مستلقي يصلي وهو مستلقي، يوضأ مكانه إذا ما استطاع أن يذهب إلى محلة الوضوء يجيبوا له ماء ووضوء وهو جالس، ويصلي الصلاة كما يستطيع بما يستطيع له أن يصلي. لا تسقط الصلاة عمن هو قادر على فعلها وواعي لفعلها. نعم. ويانا أم خطاب، السلام عليكم يا أم خطاب، رمضان كريم عليكم أختي. حياكم الله أختي العزيزة، يا أهلا وسهلا بك، تفضل يا أم خطاب. بس سؤال للشيخ على مود الدورة الشهرية. نعم. أنا قبل الفطور بتقريبا خمس دقائق يعني نزلت يعني يصير أفطار يعني فطرت، أما بقيت صايم. نعم. طيب سؤال آخر عندك يا أم خطاب؟ أي نعم، والدتي عندها تورم بقدميها. نعم. فما تقدر تقوم وتجلس يعني على الركوع يعني تصلي، فتطلع على الكرسي. طيب. طيب. شكرا يعني. شكرا لك يا أم خطاب، شكرا. في مسألة أم خطاب يا سماحة الشيخ، خلينا نشوف ويانا اتصال آخر. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل يا شيخ. حياكم الله الشيخ، يسمعك، من وياي؟ أبو أحمد من دياله. حياكم الله يا أبو أحمد، رمضان كريم عليك. نعم الشيخ يسمعك الآن. أبو أحمد من دياله حبيبي. حياكم الله يا أبو أحمد، نعم تفضل. سلمك يا عزيز، بارك فيك. تفضل يا أبو أحمد. أبو أحمد اسمعني من التليفون وكون بعيد عن التلفزيون. نعم. ألو. أبو أحمد إذا تسمعني من التليفون أكون ممنون منك، يعني لا تسمعني من التلفزيون. ما أبو أحمد أنت وياي؟ وياك أنا وياك. حياك الله، اسمعني فقط بالسؤال. تفضل تفضل بس من التليفون الله يخليك. حياكم الله. أخ أحمد، أبو أحمد العفو، يعني ما أعرف شباب، يعني أبو أحمد أتمنى من حضرتك فقط تسمعني من التليفون وتطرح سؤالك لأن الوقت ضيق عندي. شكرا لك يا أبو أحمد، أرجو المعذرة، حاول تتصل بنا مرة ثانية. طبعا سماحة الشيخ يعني أم خطاب لديها مسألة الدورة الشهرية. طبعا نعم. يحرم على المرأة الحائض والنفساء الصيام. نعم. وعليها القضاء، المرأة الحائض والنفساء عليها القضاء، قضاء الصيام دون قضاء الصلاة. دون قضاء الصلاة. بالنسبة لهذه الحالة ما دام جاءتها الدورة وهي في أثناء نهار رمضان سقط عنها هذا الصوم وعليها القضاء حتى وإن خمس دقائق، حتى لو خمسة دقائق. نعم. فتعوضه بيوم آخر. هل لها أن تمسك بقية يومها أم تأكل وتشرب؟ نعم. حقيقة المسألة فيها كلام عند العلماء، راجح فيما نراه والمفتى به أنها لها حقا تأكل وتشرب، ولكن لا تجاهر بأكلها وشربها ما دام أفطرت. نعم. طيب ويانا الأخ قاسم، السلام عليكم قاسم.
السلام عليكم. عليكم السلام، رمضان كريم علي قاسم اخي، حياكم الله، تفضل. علينا وعليكم وعلى امه محمد وعلى امين يا رب سنه سامره وعلى ضيفك الكريم. امين، حياكم الله. تفضل يا قاسم. اخي عندي والدتي توفان برجليها، والدكتور قال لها شو اسمه صلي على على يعني على الكرسي. على الكرسي، نعم نعم. طيب. اي والله يريد الجواب من اشياء. نعم. طيب شكرا لك، شكرا يا قاسم، شكرا اخي العزيز. ايضا لام خطاب سؤال اخر، يعني يمكن فطور في الرجلين ويمنع امها من القيام. كنا نفس الحاله، نفس الحاله، نفس الحاله. هو هذا الاخ السائل وايضا الاخ، نعم، نفس الحاله. ما دام هنالك اذيه في القيام في الصلاه بحيث لا تستطيع ان تقف تصلي بقدر ما تقرا الفاتحه، فلها الحق ان تصلي جالسه، ولكن استطاعت الركوع تركع، وإن استطاعت السجود تسجد، وإن لم تستطع الركوع ولا السجود تومئ إيماء في صلاتها. نعم. طيب سمعت الشيخ، كنا نتحدث احنا قبل قليل عن مسألة يعني أنا ما راحت عن بالي، اللي هي مسألة إذا سابه أحد أو شاتمه أحد. طيب خلينا نشوف اتصال. طيب أخ علاء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، رمضان كريم اخي، حياكم الله خلاص. الله يسلمك، الله يخليك، شلونك؟ الله يحفظك، تفضل اخي العزيز. اقدر احكي للشيخ؟ اي نعم الشيخ يسمعك الان، تفضل. بدي سؤال. نعم تفضل اخي العزيز. انا رجال فلاح. نعم. وزارة حنطور الزكاة، يعني على الزكاة، الزكاة مين شلون يعني؟ طيب. نعم. ان شاء الله تسمع الجواب، ان شاء الله. شكرا لك يا اخي علاء، شكرا لك. شكرا. نفس الحالة، ما عندنا موضوع آخر، يعني مسألة الحنطة وأيضا الشعير وزكاة. أيضا أخي بالنسبة لزكاة المحاصيل الزراعية، الله سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده. يعني مو ألا تحول عليه الحول كالأموال وعروض التجارة، لا، يوم حصاده، أول ما يحصد الحنطة نسأل الله تعالى يبارك لهم في أرزاقهم. إذا كانت أكثر من 600 كيلو فما فوق فعليها الزكاة، أقل من 600 كيلو الحنطة ما عليها زكاة. إذا 600 كيلو فما فوق إيش قد الزكاة مالتها؟ إذا كانت ديم الحنطة يعني تسقى بماء السماء فقط، يعني مثل ما تزرع اليوم في كثير من الأماكن خاصة في شمال العراق على الديم على المطر، فهذا عليه زكاة 10%. أشهر. أما إذا كانت السقي مال الحنطة بالآلة وبها مشقة، يعني بها بير ماي، مفخة ماي وغاز ومصاريف وكهرباء وغير ذلك، هاي عليها 5%. يعني بمعنى إذا كل طن حنطة يطلع 50 كيلو، وإذا سقي بالسماء يطلع 100 كيلو. هذا بالنسبة لي لا. هل له حق أن يطلع قيمة الحنطة؟ لا بأس، الحنفية رحمة الله عليهم أجازوا إخراج القيمة، وهو المفتى به عند الفقهاء المعاصرين أن يخرج قيمة، مثلا يقدر 50 كيلو جد سعرهم بالسوق سعر اليوم، مثلا سعرها 300 ألف، 50 كيلو 150 ألف، يطلع إذا كان عنده طن، العفو أقل 15، يعني إذا كان 50 كيلو سعره 300 دينار. نعم. شقد يعني زين بالرياضة شو هسه عبنها يعني، فيطلع زكاتهن. نعم. ف 150 أو 150 يطلع تقريبا. أي. يحسبها شقد زكاتهن ويخرج إن فلوس للفقراء والمساكين. نعم. طيب. جاسم. أخ جاسم السلام عليكم. أخ جاسم السلام عليكم. نعم. حياكم الله. السلام عليكم. ممكن أسأل سؤال؟ حياكم الله، تفضل الشيخ يسمعك الآن، تفضل أخي. السلام عليكم شيخنا. السلام ورحمة الله. شيخنا أنا رجال كاتب يعني وجاي شغل عماله. يحب لي أصوم شهر رمضان وجاي أتأخر بالعمل، أطلع من الساعة 4 الفجر وأحل الساعة 5 العصر. نعم. طيب
شكرا لك يا اخ جاسم، شكرا. ان شاء الله تسمع الجواب من فضيله الشيخ دكتور. الاخ عبد الكريم، السلام عليكم اخ عبد الكريم. السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله، رمضان كريم عليك اخي العزيز. الله امين امين، علينا وعليكم امين جميعا. شكرا لك. تفضل اخي. اخويا مريض. نعم. اخويا مريض مصيب بالمرض الخبيث. نعم عند العافيه ان شاء الله. نعم الله يعافيك. هل يصير يصوم له شلون؟ طيب طيب جزاك الله خير. وعندي سؤال آخر. تفضل. عندي فلوس 60 مليون، شلون اقدر ازكيها؟ ازكيها عندي ايتام، واني اعطيها الايتام لو اعطيها اوديها لبغداد، احنا بسلمان باك. طيب شنو الحل؟ شكرا. أيوة. شكرا لك، شكرا لك، تسمع ان شاء الله جواب. الله يخليك. شكرا لك شيخ دكتور حسين. يعني الاخ جاسم ايضا نفس السؤال تكرر اكثر مره، لكن يبدو انه ما كانوا يتابع المغزى. اي هذا خلي نوبا نوضح الموضوع. لا. يكثر السؤال عنهم. هذا الموضوع العامل الذي يشق عليه الصوم. قلنا يصوم ويطلع صايم اذا يستطيع، يعني هو يجب على الصايم ان يكون ورعا كما قلنا، ان يتحرى الصيام بقدر ما يستطيع. فاذا طلع الفجر ولقى عمل، مم إذا أمكن أن يجعل عمله إلى الظهر فقط ويكفيه هذا المال إلى الظهر، يقول له اتفق ويا رب العمل أنا أشتغل وياك من 6 الصبح، من 5 الصبح إلى 12 الظهر، إلى 11 الظهر، ويمطي فلوس وتكفيها ويكفي هذا المبلغ عليه ويصوم، فيصوم وإن شاء الله يتحمل هذه المدة. أما إذا كان ماكو ما يقدر إلا إلى الأربعة وصام وما تحمل، وصل إلى مرحلة بحيث العمل مرهق والعمل بالشمس وبناء أو نحو ذلك، ووصل إلى مرحلة من الإرهاق والتعب، يفطر ويعوضه بيوم آخر. أما إذا كان العمل موشاق، عمل ممكن يكون في ظلل، في بتبريد، في كذا، فعليه أن يصوم ما دام يستطيع أن يتحمل الصيام. طيب عندنا بس الأخ عبد الكريم، إذا ممكن، إذا عندي وقت، ما أعرف زميلنا سيف. طيب شيخ عبد الكريم عنده أخوه مريض وعنده أيضا أموال لزكاة. مريض مرض. نعم. يقول مرض، نسأل الله تعالى أن يعافي وأن يعافي الأمة الإسلامية جميعا. آمين. ونقول هذا حقيقة المصاب بهذا المرض غالبا، يعني نسأل الله تعالى أن يلطف بنا. اللهم إذا أحيانا يستطيع الصيام لأنه ليس له دخل، نحن رأينا أناس يصابون بهذا المرض ولكن أكله شربه حركته كذا في بداية الأمر خاصة يستطيع ذلك، أنا أفضل أن يصوم وهو مقبل إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا مقبلون إلى الله سبحانه وتعالى، أن يحث على الصيام لا سيما في شهر رمضان المبارك، ورجاء القبول الدعاء وهو صائم يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يلطف به، أن يشافيه، أن يعافيه، ويستطيع فله أن يصوم. أما إذا لا، قابليته وصل إلى مرحلة من الضعف، من عدم التوازن، من قلة الطعام، قلة الشراب، بنيته ضعيفة، له ذلك أن يفطر. ونسأل الله تعالى العفو والعافية. طبعا الجزء الاخر للسؤال الاخ عبد الكريم سيكون على يوم غد ان شاء الله تعالى، بس موضوع مهم اخ اذا امكن دقيقه. السؤال اخ اللي هو 60 مليون اي ولا. نعم. مو بس هذا، قبل سؤال انفاق الى الابن قال. نعم واحد. نعم هو اخوان الصدقات. نعم. الى الاصول والفروع لا تجوز. نعم يعني مثلا الابن ابن الابن البنت الكذا، لان انت مسؤول عنهم. نعم. ومسؤول عن رعايتهم. نعم. ما دامك قادر. نعم. وعندك أموال تريد تزكيها. نعم. إذن أنت مستطيع. فما دمت مستطيع تنفق من أموالك الخاصة على الأبناء. العفو. ولذلك أخي لا يجوز الإنفاق على الأصول والفروع. يجوز الإنفاق على الأخ الأقربون أو على الأخت. أقربون أخت. أخ. أما الأم الأب هؤلاء لا يجوز، الابن البنت لا يجوز، هذا واجب عليك تنفق من مالك الخاص. أما أن تنفق للأخ للابن العام للأقرباء هذا جائز. نعم. طيب
شكرا لكم سماحة فضيلة الشيخ الدكتور حسين غازي سامرائي عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي العراقي. شكرا جزيلا لكم على رحابة صدركم وشرحكم الوافر لأسئلة المشاهدين. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدين الأكارم لحسن المتابعة. نلتقيكم في حلقة أخرى يوم غد عند الساعة 6 بإذن الله تعالى. أتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا في أمان الله. حياكم الله. جزاكم الله خير.